بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها دوت وهي قاعدة في كافيتيريا المدرسة بتتفرج على نينا وهي بتكلم صاحبتها ميشيل. دوت بتعاني من فقدان السمع والنطق واهل نينا اتبنوها بعد ما خسرت اهلها وبقت يتيمة وما حدش صاحبها في المدرسة. نينا بقى ما كانتش بتطيق دوت وميشيل صاحبتها كانت بتقول لها مش عارفة اهلك ازاي يتبنوا واحدة زي دوت بصراحة. دوت عشان تستخبى من نظرات بيت زميلها اللي بيعاملوها على انها غريبة راحت استخبت في الحمام. نينا كانت عارفة انها بتستخبى هناك فلما جه ميعاد المروح اخذتها من هناك. لما رجعوا للبيت نينا تشتكي لأمها من وجود دوت معها في المدرسة. أوليفيا أمها قالت لها احترمي نفسك وخلي بالك من كلامك لأن دوت بتعرف ترى الكلام من حركة الشفايف. نينا ما كانتش مهتمة بمشاعر دوت وكملت كلامها عن إن قد إيه وجود دوت معها مزعج وبيحطها في مواقف محرجة. في مكان آخر بنشوف بول والد نينا كان بيشتري علاج لمراته أوليفيا اللي بتعاني من مرض عقلي. وهناك بيقابل مديرة المدرسة بتسأله عن دوت لأنها بتشوفها دايما وحيدة وحزينة. بول قال لها ده طبيعي لأنها فقدت أبوها من فترة قريبة. قالت له طيب وما فين؟ فقال لها امها كمان تعيش انت. قالت له هي عايشه معاك دلوقتي؟ قال لها ايوه انا اتبنتها واخدتها تعيش معانا. فمديره المدرسه قالت له انت راجل محترم يا ريت كل الناس زيك. بالليل لما رجعت للبيت نينا استمرت في الشكوى من دوت وقالت لابوها انها مش طايقه وجود دوت معاهم. ابوها قال لها خليكي كويسه البنت واضح انها لطيفه وطيبه ولكن نينا ما عجبهاش الكلام. قبل العشاء اوليفيا تعبت من ترتيب البيت طول اليوم فاخدها لسرها واداها العلاج بتاعها. وهو بيتعشى مع دوت ونينا قال الاخيره كلنا لازم نتعلم لغه الاشاره عشان نعرف نتواصل مع دوت. فنينا قالت له لا انا مش مهتمه بالتواصل معها اصلا. وبول حاول يقنعها وقال لها انهم لازم يقفوا جنبها الفتره دي لانها يتيمه وملاش حد وكمان ده هيفيدها لما تيجي تقدم في الكليه. فنينا قالت له كل اللي انت بتقوله ده مش فارق معايا اصلا يا بابا. بعد ما تعشوا بول قال له دوت تتعامل كانها بيتها وتتحرك براحتها خالص. بعد شويه نينا قالت له انها لازم تروح لبيت ميشيل صاحبتها عشان يتمرنوا على حركات جديده لفريق المشجعات. بول ما كانش عايزه تمشي لكن نينا قالت له لا انا همشي وهو بالمره اسيبك تقعد شوية مع بنتك الجديدة طيبة لطيفة. تاني يوم في المدرسة في حصة الأحياء اتقسموا اتنينات في المعمل عشان يتعلموا التشريح. كنور هو اللي كان معاها ولما بدأت الحصة دوت خرتقت البتاع اللي المفروض تشرحه. فالأستاذ قال لها لأ أنت محتاجة تهدي شوية. لما جه وقت الغداء نينا قعدت مع ميشيل وشلتها. فميشيل قالت لهم كل واحدة فيكم تقول لي هي بتكراش على مين معنا في المدرسة. لما سألت نينا قالت لها لأ أنا ما فيش حد في دماغي. فميشيل قالت لها أنت توترتي كده ليه؟ أنت بالتفكير ده هتعجزي وأنت سنجل. اهدي كده يا بيبي عاوزين نعطف ونلطف. وهم بيتكلموا شافوا الطباخه بتاعه المدرسه بتكلم دوت بلغه الاشاره. فميشيل ضحكت على الموقف وقالت لنينا الطباخه دي المفروض هي اللي تتبنى دوت وهو بالمره يبقى عندها بنتين ما بيسمعوش. دوت بعدها راحت لاوضه الموسيقى وبدات تعزف فكنور شافها وبدا يتسنط عليها لحد ما عيا الرخم جه ونكد عليه. قبل ما يروحوا من المدرسه نينا في الحمام قالت لدوت انت شكلك محتاجه حبه روج عشان انوثتك تظهر. بعد ما عملت لها الروج دوت باصت في المرايه وعرفت ان نينا عايزه تخلي منظرها وحش عشان تحرجها قدام بيت الطلاب ويتريقوا عليها. بالليل بول رجع متاخر من بره وسال نينا عن يومها في المدرسه. قالت له كان عندي امتحان وما حلتش كويس. ابوها ما ضايقش انها ما حلتش وتعامل عادي. وبعد شويه دوت عطشت فقامت عشان تجيب ميه. حست بحركه في اوضه نينا فاتسحبت لهناك وشافت صدمه مرعبه بان ابوها بيعمل معاها حاجات مش تمام. دوت ما كانتش مصدقه اللي هي شافته وصحيت تاني وهي مش قادره تصدق نفسها من الصدمه. الموضوع شغل بالها طول اليوم حتى وهي في المدرسه ازاي بول يعمل كده ببنت نينا. بالليل وهم متجمعين بيتعشوا نينا قالت لهم انها عايزه تبات عند صاحبتها ميشيل. فابوها قال لها لا ما فيش مروح هناك. قالت له احنا هنروح للسينما مع اصحابنا وبعدها هروح معاها ابات معاها. فابوها برضه فضل رافض. مراته قالت له ما تعقدش الموضوع انا مش شايفه ان الموضوع في حاجه غلط يعني. وبصت لنينا قالت لها وانت لما بابا يقولك على حاجه ما تجدليش فيها واسمع الكلام. فنينا قالت لهم اصحابنا كلهم معانا وما فيش حاجه تستاهل القلق. وفي الاخر عملت اللي في دماغها وخرجت. ابوها وامها اتخانقوا في المطبخ وبول قال لها انت لازم تاكدي على كلامي ما ليش عليا قدام البنت. نينا لو اخلاقها باظت مش هنعرف نلمها وخرج من المطبخ وهو متعصب. لما دوت دخلت على اوليفيا الاخيره قالت لها ما تخافيش هو احيانا بيتعصب كده عادي من غير سبب. وبعدين انت ازاي شبه مامتك قوي كده يا بنت. وبنعرف ان ام دوت كانت صاحبه اوليفيا الروح بالروح. بعدها بشويه دوت بتوريها ورقه بتطلب منها انها تاخدها تتفرج على فيلم في السينما. لما اوليفيا وافقت بول قال لها لا خليكي انت اكيد تعبانه انا هاخدها للسينما. ودوت طول الطريق كانت مرعوبه منه. وصلت للسينما بامان وهناك شافت نينا وميشيل وكنور وبقية الشلة الكريمة. كنور قال لهم احنا مش المفروض نجيبها تتفرج معانا عشان ما تكونش لوحدها. فميشيل العربة رفضت الاقتراح بتاعه وبدوا يتكلموا يا ترى ايه شعورها وهي بتتفرج وعمرها ما سمعت الاصوات قبل كده. نينا لما شافتهم كل واحد عمال يهبط براي وخلاص قالت لهم لا انتوا ما تعرفوش حاجة عنها هي كانت بتسمع عادي وهي صغيرة وبعدها فقدت السمع والنطق. لما كلهم بدوا يركزوا مع الفيلم لما اشتغل دوت لاحظت ان نينا لأكثر من مرة بتحط ايدها على ودنها وده معناه انها مش جاية تتفرج
للفيلم هي جت مع أصحابها عشان تبات عند ميشيل وتهرب من أبوها المريض. بعد الفيلم هي روحت مع ميشيل ودوت رجعت للبيت تعبانة وعايزة تنام، لكن قبل ما تروح في النوم حست بحد بيقرب من أوضتها وللأسف هو بول. رجعت وهي مرعوبة لسريرها عملت نفسها نايمة، وبعد ثواني دوت دخل لأوضتها قعد على سريرها. قال لها أنا راجل مريض، أعتقدت إني لما أجيب حد تاني للبيت هبطل اللي أنا بعمله في نينا كل ليلة. دوت استمرت في التمثيل إنها نايمة لحد ما الشيطان بول مشى من أوضتها بسلام. تاني يوم في المدرسة ميشيل طلبت من نينا إنها تهرب من البيت بالليل عشان يروحوا الحفلة مع بعض. نينا قالت لها الموضوع ده ممكن يكون سهل بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي أنا مستحيل أقدر أعمل كده. لما بيت أصحابهم مشي وميشيل قالت لها أنت لازم تيجي للحفلة دي وإلا هيعديك نص عمرك، ويا سلام بقى لو عرفت تجيبي حد معاك تبقي سوبر بيرفكتو يا نونتي. نينا قامت عشان تمشي فاتصل بها بول أبوها المريض وقال لها أنت فين يا حبيبتي وحشتيني. نينا عرفت منه قفلة السكة، فميشيل قالت لها مين اللي كلمك ده؟ وهنا نينا كذبت عليها وقالت لها دي ماما يا ستي ما بتبطلش زنة خالص. تاني يوم في المدرسة نينا جابت الأكل بتاعها وقعدت مع دوت على نفس الترابيزة، بدأت كلام معاها بأنها تقول لها أنها كانت فاكرة أنها تكرهها لكن هي بقت بتحبها خلاص، لأنها بتعتقد أن رؤيتها لحد بيعاني أكتر منها دي في حد ذاتها شيء بيهون عليها اللي هي بتمر بيه. ونظرا لأن دوت كده كده ما بتسمعش حاجة نينا بدأت تفضفض بكل اللي بيحصل بينها وبين أبوها، وقالت على الرغم أنها بتكرهه إلا أن في جزء منها حابب اللي بيحصل بينهم، لكنها مقررة أنها تخلص عليه قريب، وأن أداة الجريمة هتكون المسدس بتاع والد ميشيل صاحبتها هتجيبه لها وتخلص على أبوه لما يقرب منها تاني. نينا قالت لها حاجة حلوة جدا إنك تفضفضي بكل اللي مضايقك وإنتي متأكدة إن اللي قدامك مش سامعك عشان يمسك عليك حاجة، وإن أحلى حاجة كمان إنها مش هتسمع صوت الرصاصة وهي بتخلص على أبوها. دوت راحت لأوضة الموسيقى تعزف شوية عشان تهدي أعصابها، وكنور لما سمعها قرر إنه يدخل يتكلم معها. لما شافته كانت عايزة تمشي فقال لها مفيش حاجة، أنا بس جيت أرجع معاك الشيت اللي طلب مننا النهاردة في الحصة. دوت إدته الشيت وسابته ومشيت وهو بيحاول ينادى عليها لكنها ما سمعتش حاجة. في اليوم ده بالليل وهم بيتعشوا نينا قالت لهم إنها مستنية صاحبتها ميشيل هتيجي تقعد وتبات معاها النهاردة. أبوها وأمها كانوا رافضين ولسه بيتناقشوا معاها سمعوا صوت الجرس بيرن. نينا راحت تفتح وهي معتقدة إنها ميشيل، لكنه طلع كنور جاي يشوف دوت. بول لما شافه ما كانش مبسوط ولا طايقه لأنه اعتقد إنه البوي فريند بتاع نينا. كنور اتعرف عليهم وقال لهم إنه جاي يتكلم مع دوت في حل الشيت بتاعهم، وهنا الجرس رن تاني. المرة دي طلعت ميشيل ومعها كيس ورقة مقفول، أول ما دوت شافته اترعبت لأن أكيد المسدس بتاع أبوها جوه الكيس ده. ميشيل أول ما شافت كنور الكراش بتاعها قالت لنينا شكلي حلوة يا بنت ولا لأ؟ مش كنت تقولي لي ألبس الحتة الزفر عشان لما يشوفني يقع في حبي على طول؟ نينا أخذت الكيس الورق من ميشيل وخبته في شنطة بتاعتها على طول، وشكوك دوت اتأكدت. كنور طلب من بول إنه ياخد دوت معاها يناقشوا الشيت بتاعهم برا، فبول وافق على طول. ده اللي ضايق نينا وخلاها تقول له لو كنت أنا اللي طلبت منك أخرج كنت طلعت عيني ومنعتني من الخروج. راحت هي وميشيل لأوضتها، وبعد شوية أبوها جه قال لها تقول لميشيل تروح وما تباتش عندهم. نينا قالت له بس عايزاها تفضل معايا. بول قال لها لا ده أسبوع دراسة ولازم تمشي عشان تنامي بدري يا حبيبتي. لا حول لها ولا قوة، ميشيل طلبت من صاحبتها تمشي ونفذت كلام بابا. على جانب تاني خالص كنور في مطعم دوت كان بيقول لها أنا بصراحة مش خارج معاكي عشان الشيت، أنا معجب بيكي من أول مرة شفتك فيها وطول الوقت بفكر فيكي ودوت لا كانت سامعة ولا كانت بترد عليه. بعد فترة بسيطة دوت رجعت للبيت لقيت شنطة نينا على الكرسي، فجريت فتحتها لقيت الكيس الكرتون فما لقيتش فيه مسدس زي ما كانت فاكرة وكل اللي كان فيه مجرد كتب. راحت تتسنط على أوضة نينا وما توقعته كان حقيقي، نينا كالعادة بيحصل بينها وبين بول حاجات مش تمام. عشان تخليهم ياخدوا بالهم إنها برا جابت أطباق وقعتهم قدام أوضتهم قال يعني وقعوا منها. طلعت نينا مخضوضة وقالت لها روح أجيب حاجات ألم فيها الأطباق المكسرة. بول الشيطان اللي بيجي خرج من أوضة نينا ومشى بعد ما لها ابقي خلي بالك يا حبيبتي بعد كده. بعد ما نظفوا مكان الأطباق المكسرة نينا رجعت لسريرها وهي بتعيط. دوت لما سمعتها دخلت عليها الأوضة هونت عليها عشان تهدي أعصابها. تاني يوم الصبح هما في الأوضة نينا بدأت تحكي لدوت ازاي هتخلص على بول بنهاية اليوم النهاردة. دوت لما سمعت كلامها حاولت إنها تبلغ الطوارئ اللي حصل لكنها تراجعت في آخر لحظة. بعد ماتش سلة نزيه دوت قررت تقضي حبة وقت زي الفل مع كنور، وفي الوقت ده كان بول في البيت بيتكلم مع أوليفيا مراته بيقول لها ازاي نينا اتأخرت لحد دلوقتي برا. فمراته قالت له سيب البنت ما تخنقهاش يمكن سهرانة مع أصحابها شوية. قال لها كلامك ده هو اللي هيخليها تفلت من تحت إيدينا وما نعرفش نلمها يا ولية. بعد شوية جت نينا من برا ولما بدأ يضايقها قالت له أنا تعبانة من التمرين طول النهار حل عني. على الجانب الآخر دوت لما لاحظت إن الساعة قربت على 12 ونهاية اليوم خلاص سابت دوت وقررت ترجع بسرعة للبيت. أول ما دخلت للبيت رزعت الباب عشان نينا تسمعه، وبالفعل نينا سمعتها وترجعت في آخر لحظة عن إنها تشوي والشبول. نينا غيرت رأيها وكذبت على بول وقالت له إن في مصيبة حصلت وإنها حامل. قال لها أجهزة الكشف دي أي كلام على فكرة؟ فقالت له أنا عملت تحليلات تانية وتأكدت إني حامل لو مش مصدقني بص عليها. قال لها هنعمل إيه في المصيبة دي؟ فقالت له إديني فلوس وأنا هحل الموضوع ده بمعرفتي.
فبول وافق على طول. سبا ومشى ودود سمعت كل الكلام اللي دار بينهم وهي مصدومه لانها افتكرت ان نينا حامل منه فعلا. ثاني يوم في المدرسه كنور طلب من الطباخه تقول له دود بلغه الاشاره انه عايز يخرج معاها في ديت في حفله المدرسه الجايه. لما الطباخه قالت لها دود قالت انها مش مهتمه بالموضوع فكنور اتصدم من ردها. نينا ومشيل الحربايه كانوا شايفين اللي حصل كله ومشيل كانت غيرانه ومش عارفه ليه كنور سبا واختار دود. نينا ادت لدود فستان وقالت لها لو عايزه النصيحه صح خد الفستان ده وروحي مع كنور حفله المدرسه الواد هيموت عليكي. وقالت لدود انها بتخطط انها تاخد الفلوس من بول وتهرب بيها لابعد مكان عننا عشان تهرب من الحياه المقرفه دي. بول لما رجع من الشغل عشان يديها المبلغ اللي هي عايزاه ما لقاهاش في اوضتها لكنه لقى شنطتها. اكتشف انها بتكذب عليه وانها مش حامل ولا حاجه زي ما كانت بتقول. لما شاف قال لها وهو متعصب انا عملت كل حاجه عشان اخليكي مبسوطه وانت زي القطط ما فيش اي حاجه بتطمر فيكي. اول ما هجم على نينا وحاول يضربها دود هجمته من ورا وخنقته خلصت عليه وهي بتقول ابعد عن نينا يا حيوان. نينا اتصدمت لما شافت ان دود بتتكلم عادي ومش خارصه. واول ما حياه بول انتهت نينا فاقت للمصيبه اللي حصلت وبدات تلوم دود. اوليفيا جت وما قالتش اي حاجه واضح انها كانت على علم بكل القرف اللي جوزها كان بيعمله مع نينا. جرس الباب بيرن وتكون ميشيل اللي جاي تاخدهم عشان يروحوا للحفله. دود ونينا لبسوا فساتين الحفله ودود قالت لها تتاكد انها تجيب الفستان اللي عليه دليل الجريمه عشان يتخلصوا منه. وصلوا للحفله فكنور طلب من دود ترقص ودود وافقت بينما شافت نينا بتخرج من الحفله ومعها الشنطه اللي فيها الفستان. قررت انها تروح وراها عشان تساعدها فكنور نادى عليها وهنا وقفت. كنور اتصدم انها بتسمع عادي فدود اعتذرت له لكنه ما قبلش من الاعتذار عن ضحكها عليه طول الفتره اللي فاتت. راحت هي ونينا يدفنوا الفستان اللي اثبت جريمتهم. هما بيدفنوه دود عيطت وقالت انها كانت نفسها تدفن ابوه لانها كانت بتحبه جدا. نينا قالت لها هو ابوكي كان عارف انك بتسمعي وتتكلمي عادي؟ قالت لها ايوه كان عارف. انا قررت اني اعمل نفسي خرصه وطرشه عشان يكون في عامل مشترك بيني وبينه من كتر ما انا بحبه. نينا قالت لها ايه اللي خلاك تخلصي على بول؟ فدود قالت لها لاني كنت متاكده ان عمرك ما هتتجرأي وتخلصي عليه بنفسك. لما رجعوا للبيت لقوا عربيات شرطه كتير والشرطه بتقبض على اوليفيا فاستغربوا هم ليه قابضين عليها. اوليفيا قالت لهم قدام الشرطه انا اسفه اني خلصت على ابوكم عشان تثبت التهم على نفسها. اتضح ان بعض من البنات راحوا للحفله اوليفيا عشان تكفر عن عجزها في حمايه نينا من بول. قررت انها تتصل بالشرطه وتقول لهم انها خلصت على جوزها وخلتهم يقبضوا عليها هي مكان البنات. نينا عيطت لما شافت الشرطه بتاخد اوليفيا مكانهم ولكن بعد شويه بيدخلوا للبيت مع بعض. هم الاثنين بيعزفوا على البيانو مع بعض ولكن حاجه حصلت وواضح انهم مبسوطين بوجودهم مع بعض. تاني وتالت والف ما ينفعش نحكم على الناس من مظاهرها عزيز التنين. في ناس ممكن يبانوا انهم قليلين او ضعاف لكن في المواقف الصعبه بيبان قد ايه هم اقوياء وقادرين يتحملوا مسؤوليه قرارات كبيره. نينا ظهر شخصيتها يخليك تقول انها ممكن تعمل اي حاجه لكن معاناتها استمرت لحد ما دوت هي اللي انقذتها من المعاناه دي. على الرغم من انها في البدايه كانت كارهه دوت ومش طايقه وجودها معاهم في البيت حتى. وسؤال فيديو النهارده هو سؤال اخلاقي وموقفي عزيز التنين. لو عرفت ان في ست بتعاني بسبب شخص ما في حياتها بيستغلها بطريقه مش تمام وانت بايدك تنقذها بانك تخلص عليه، يا ترى هتاخد الخطوه دي ولا تقول نفسي نفسي فكنا من المشاكل احنا مش ناقصين يا برو؟ قول رايك بصراحه من غير ما تلف وتدور عزيز التنين عشان نمسك في بعض ونتخانق في التعليقات. ولحد هنا يكون الفيديو انتهى والفيلم ده من تلخيص وكتابه كرم خير الله. هتلاقوا لايك القناه بتاعته في التعليق المثبت اشتركوا فيها ناو. كان معكم اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.